ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني جدا، وحشتوني بمعنى الكلمه جدا. اسفه ان انا مش بصور، بس حقيقي انا مش عارفه اقول لكم ايه. انا زهقانه فماليش نفس ان انا اصور. ف عايزه اقول لكم بس باختصار هو يومي كان بيبقى عامل ازاي. بسهر اصلا لحد الصبح على مسلسلات رمضان وكده، فلو بنام الساعة 6 سواء كمان 7 الصبح، فبقيت اصحى على الساعة 4 5 يدوبك بتغدى وارجع على نفس المكان على السرير، افضل قاعدة اكمل مسلسلات. بس هو ده اللي كان وكنت بعمله، ما بعملش اي حاجة. بس النهاردة قلت لازم اقوم واصور لكم. عايز اقول لكم انا لسه صاحية من شوية، فهتلاقوا عليا اللي هو لسه باين عليا ان انا صاحية، لسه صاحية من شوية، يدوبك اتغديت وقلت لازم اصور لكم. طبعا زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو بتاع اللي هو منتجات لازم تكون عند كل البنات، الفيديو ده مطلوب مني بقاله فتره كبيره. ف وانا عماله اقول للناس قريب قريب، بس حقيقي اسفه جدا للتاخير، وقلت لازم خلاص اصور لكم النهارده الفيديو ده. فحقيقي بجد اسفه، وعايزه اقول لكم بجد انتوا وحشتوني جدا، وشكرا على كومنتاتكم. فعايزه اقول لكم على حاجه، الفيديو بتاع النهارده المنتجات دي فعلا اقل من 50 جنيه، كل منتج بالظبط كده، يعني اغلى منتج هو 50 جنيه، مش معدي 50 حتى. عايزه تعرفي المنتجات اللي لازم تكون عند كل بنت، فتابعي الفيديو ده الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير عشان نكبر. يلا بينا نبتدي الفيديو. زي ما قلت لكم كده، الحاجات دي كده اللي هو بالظبط اقل من 50 جنيه معنى الكلمه. انا مش همشي بالترتيب، اي حاجه امسكها هتكلم عنها. المهم يعني ان الحاجات دي لازم تكون عندنا، يعني لازم تكون عند كل واحده بالذات، خاصه في الصيف. يعني اول حاجه هتكلم عنها وهي ميه الورد بتاع كليوباترا. ميه الورد دي بستخدمها بقالي فتره بصراحه حلوه، بس ناس كتير قوي قالت لي بلاش نستخدم ميه الورد اللي ملونه زي ما انتم شايفين هي حمراء. انا جبت ميه العراب زي ما انتم شفتوا في فيديو المشتريات، جبتها وبستخدمها، بس لسه مش عامل الريفيو دلوقتي غير لما اجمع كل الماسكات وكل الحاجات اللي انا جبتها عن البشره وهطلع اكلمكم عنها. فالمهم بصراحه دي كانت حلوه جدا معايا، يعني مش اشتكتش منها بصراحه، لذيذه، يعني مش حاسه ليها حاجه وحشه. كانت بالظبط ب20 جنيه ميه الورد اللي هي بتاع كيلو بطرة، وبتاع ميه العراب برضو ب20 جنيه. فدي كانت اول حاجه انا جبتها. بعد كده السكراب يا جماعه، اهم حاجه لازم يكون عند كل واحده سكراب، ولازم تخصصي في يعني مره واحده في الاسبوع او مرتين بالكتير تعملي سكراب او تقشير لبشرتك او لجسمك. ده اهم خطوه لازم تعمليها، وخاصه جاي في الصيف كمان، سواء صيف او شتاء لازم نعمل الخطوه دي، لازم نهتم بتقشير البشره او تقشير الجسم. فارشح طبعا سكراب بوبانا اللي هو بالقهوه، ده بالظبط كان ب25 جنيه، ب30 جنيه. الاسعار طبعا بتختلف من محل لمحل، فانا بصراحه كنت جايباها ساعتها ب25 جنيه، زي ما انتم شايفين هو قرب يخلص. فطبعا حلو جدا للبشره، اقول لكم طبعا انا بخصصه جدا للبشره والاماكن الحساسه. فهو بصراحه عجبني جدا لان حبيباته ناعمه قوي 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 فوق ما تتخيلوا. مفهوم لو مش بيجرح البشره او بيعمل اي حاجه، بالعكس ده حلو جدا وحنين قوي على البشره. فبصراحه ارشح ان تجربوه بالظبط زي ما قلت لكم، هو كان ب25 جنيه. بعد كده وهو كان هو تعبان حبتين، هو اصلا شايفين زي ما انتم كده مبهدل، لان انا جايباه من الثانويه العامه وقاعد بصوا فاضل فيه حبه اهو، فاضل هو هي حبه بالظبط. استخدمته كتير جدا، قاعد فتره طويله. العلبه الكبيره دي كانت ب20 جنيه، والعلبه الصغيره تقريبا كانت ب12 او 15. فانا بصراحه جبت العلبه الكبيره اللي هو سكراب ستار كده، اللي هو كان بالخيار. بصراحه كان حلو جدا، بس حبيبته ناشفه جدا جدا جدا، ما ينفعش خالص للبشره. لو حد قال لك اعملي للبشره، بصوا في ممكن بشره تستحمل وبشره يعني تناسب معاه،
بس بصراحة انا ما انصحش بيه خالص، لان حبيباته كأنك جبتي رملة وعملتي بيها على بشرتك. ده ساعتها انا خليته لجسمي حلو جدا، لان طبعا تقشير الجسم غير تقشير البشرة. البشرة بتبقى عايزة حاجات خفيفة وحنين عليها، اما الجسم بيبقى جلده اللي هو ناشف شوية بيبقى عايز حاجة قوية. فبصراحة سكراب ستاركي حلو جدا، فهو بالظبط كان برضو بعشرين جنيه زي ما قلتلكم، حلو قوي للجسم. السكراب كمان اللي بعد كده، او مش سكراب، هو بيكنج باودر زي ما انتوا عارفين انا ما اقدرش استغنى عنه اصلا. في التفتيح رهيب 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 فعلا، بيفتح البشره بطريقه مش طبيعيه. او كمان للجسم لو عندك منطقه غامقه ممكن تستخدميه، حلو جدا. هو ما فيهوش حبيبات اصلا، حبيباته ناعمه جدا. في منه اللي هو بيبقى مثلث كده، بسيب لكم صورته هنا. ده برضو بس بيكنج باودر، بس هي بتبقى ب 25 مثلثيه دي، وحبيباتها شديده شويه فيها. فده بصراحه ده كان بالظبط ب 25 جنيه، واللي منه اللي هو بالكولاجين كان ب 35 جنيه. فبصراحه ده حلو جدا يا جماعه لو عندك منطقه غامقه عايزه تفتحيها، فبصراحه تستخدمي ده، بيفتح جدا بس مع الاستمرار بيدي تفتيح بسيط خالص، فهو حلو جدا وانا بصراحه ما اقدرش استغنى عنه، فهو فظيع. وبالظبط زي ما قلت لكم كده كان ب 5. اللي بعد كده طبعا جل الصبار يا جماعه، انتوا عارفين انا قد ايه بحبه، اللي هو جيت فريش من ماي وي، قد ايه فعلا بحبه. كان ب 20 جنيه، ترطيبه هايل، ريحته حلوه قوي. وكان بالظبط فعلا زي ما قلت لكم كده، هو كان ب 20 جنيه. الناس اللي مثلا مش بتحب ترطب جسمها بالكريمات او باللوشن او الحاجات دي، عايز يرطبي جسمك بجل صبار، مش بيعمل اي حاجه، مش مضر، بالعكس جل الصبار او الالوفيرا عامه حلوه جدا. فانا بصراحه بحبه قوي. وكمان لو انت بتعملي شيفنج او اي حاجه، بيساعد ان الحبوب اللي بتطلع بعد عمليه ازاله الشعر ان هي بتختفي، فبصراحه حلو جدا. اللوشن يا جماعه اللي بقدرش برضه استغنى عنه، هو بودي لوشن من ماي واي بالفانيلا، حقيقي حلو جدا وترطيبه هايل جدا في الصيف بالذات، حلو جدا. لو انت عايزه تجيبي لوشن رخيص ويكون نتيجته حلوه، هاتي من ماي واي، اللي هو ده ريحته حلوه جدا. وبالظبط زي ما قلت لك كان ب 20 جنيه 20 تقريبا، انا مش فاكره السعر اللي انا جايباه من زمان، فحقيقي ريحته تحفه، فيفضل انتوا تجيبوه. بس لو هتستخدموا لوشن ابعدوا عن المناطق الحساسه يا جماعه، ابعدوا عن المناطق الحساسه سواء اندر ارم او البيكيني، بصراحه ده حلو جدا. اللي بعد كده اللي هو المزيل ده او السبراي دوف ده، بصوا يا جماعه مش قادره اقول لكم، هو اصلا قرب يخلص. انا بستخدمه بطريقه بشعه، لان اولا ريحته حلوه، اولا زيرو كحول، ده اهم حاجه، ما فيهوش كحولات، ما فيهوش اي حاجه، مش بيسمر خالص، مش بيسمر. الناس اللي بتقول لك ان هو بيسمر، لا خالص، انا بستخدمه ما فيش اي سمرار، تحفه جدا فوق ما تتخيلوا. فبصراحه دوف ده بالظبط كان ب 40 جنيه، فيعني اللي هو حاجه كده وهم. ويفضل ان انتوا مش لازم يعني تجيبوا دوف، ممكن تجيبوا اي نوع تاني، بس اللي هو تسالوا ان ده اللي هو فيه كحولات او لا، هاتوا زيرو كحول اهم حاجه. بالظبط زي ما قلت لكم كده كان ب 40 جنيه. مزيل على يا جماعه لازورد لا يعلى عليه، اللي بيقعد 24 ساعه فعلا، ويمكن كمان اكتر من 24 ساعه، وكان بالظبط ب 30 جنيه، حقيقي كان تحفه جدا، وكان بالورد ولسه قاعد معايا، فاضل فيه شويه اكتر كمان، قاعد بيقعد ما بيخلصش. فبصراحه كان حلو جدا وترطيبه هايل جدا في الصيف، بصراحه افضل انتوا تجيبوه لو عايزين حاجه تفضل يخليها ريحتكم حلوه، ما يكونش فيه ريحه عرق، ما يكونش فيه اي حاجه، يفضل انتوا تجيبوه لازورد، حلو جدا يا جماعه، ومش بيسمر خالص، ما بيسمرش. هو فيه نسبه ريحه، بس ريحه ورد، بس هي ريحتها مش اللي هو ريحتها اللي هو جامده قوي، لا بالعكس، يعني على الاقل مثلا لو عريتي ما تطلعش ريحه العرق اللي هي بتبقى وحشه، فاللي هو بتبقى طلع ريحه اللي هو ريحه اللازور دي بتبقى عادي، ريحتها حلوه جدا وهاديه. اللي بعد كده جونسون، زي ما انتم عارفين انا ما بقدرش استغنى عنه، لان جونسون حقيقي ترطيبه هايل جدا في الصيف، صيف او شتاء، انا ما بقدرش استغنى عن جونسون، لان هو بيساعد ان الجسم يحافظ على ترطيبه وبيرطب بطريقه هايله جدا. فانا بصراحه ما اقدرش استغنى عنه، وممكن كمان برطب بيه المناطق الحساسه، وكان بالظبط ب 20 جنيه، كان ب 20 جنيه. بعد كده لازم يكون عند كل واحده الغسول المناسب ليها،
يعني مش شرط الغسول جورنيه، بس هو ده كان بالظبط ب25-30 بالكتير، ما بيزيدش عن كده. ده كان بالليمون بصراحة، انا بشرتي مختلطة، وهو كمان ينفع او مكتوب عليه لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة. في ناس ممكن تستخدمه يطلع معاها حبوب، فيفضل طبعا انك تبعدي عشان بيبقى فيها ليمون. فعلا جماعة الليمون شوية ممكن اللي هو يطلع كام حباية كده، بس انا بصراحة ما عمليش اي حاجة، ما اذنيش، بس بصراحة كان حلو جدا وبيفتح البشرة بطريقة هايلة جدا، والافكت بتاعه كان حلو قوي. فبصراحة انا حبيت جارني جدا، وعادي ممكن اجيبه تاني زي ما انتوا شايفينه اصلا متبهدل وخلصان يعني. فبالظبط ده كان ب25-30 جنيه بالكتير. بعد كده كريمات الترطيب يا جماعة، كير يا جماعة، كير حلو جدا، سواء كير او بتاع نيفيا سوفت، الحاجات دي حلوة جدا في الصيف، ولازم ترطبي جسمك، لازم ترطبي جسمك، لان الحاجات دي بتساعد الجسم ان هو يترطب ويخليه حلو، بيدي لمعة للجسم. لما كل ما ترطبي جسمك وكل ما تحافظي على جسمك في الترطيب، وطبعا اهم حاجة تشربي مية كتير. المهم الكير حلو جدا يا جماعة، كنت جايباه ب30 جنيه من ايفون، بصراحة حلو جدا جدا جدا. اللي بعد كده مثلا لو حد عايز اللي هو مزيل مكياج، انتوا عارفين ان انا بستخدم نيفيا، بس انا جبت لكم ده لان هو ب50 جنيه، وطبعا زي ما انتوا شايفين هو خلصان ما فيهوش اي نقطه. جبته ده كان اول واحد استخدمه، بصراحه كان حلو جدا، بس البشره الدهنيه يفضل طبعا هي تستخدمه، لان هو حلو جدا. البشره الدهنيه اللي بتفرز دهون كتير ومسامها واسعه، بلاش البشره الدهنيه تستخدم اللي هو مزيل مكياج يكون فيه اللي هو زيوت والحاجات دي، عشان دي بتساعد كمان زيوت تطلع اكتر من وشك. فزي ما قلت لكم ان ده كان ب50 جنيه. طبعا لازما هو اهم حاجه تكون عندك الجميله، ماسك جميله اللي هو بتاع الرؤوس السوداء، لازم يا جماعه جميله او سواء اللي هو الستوال اللي هو بتاعه اللزقايه دي، الاثنين حلوين جدا، بس دي ب10 جنيه العلبه، الواحده ب10 والعلبه بتبقى ب25 او ب30 جنيه. والماسك ده حلو جدا من ماي واي، وكان ب5 جنيه، وحقيقي عطاني نفس اللي يعني ده بيطلع نفس دي اللي بتطلعه، يعني الاثنين ما فيهمش فرق خالص، اللي على راحتك طبعا. فانت هاتي يا جميله يا اما ستوا، هاتي الواحده ب10، ولو عايزه تجيبيها هاتي العلبه طبعا توفر معاكي فيها 3 وحدات، فحلوه يعني. فبصراحه الاثنين حلوين. حاجتين معانا وهما الليب بالم بتاع الشفايف اللي هو بتاع اماندا، حلو جدا يا جماعه، بس انا مش فاكره فعلا سعرها. حلوه جدا، شايفين لونها احمر، بتدي كده لون مش لون احمر احمر، هو بتدي بس لون كده خفيف، وحلوه جدا في الترطيب في الصيف. بس بحاول بس ان انا اخلصها معايا كتير جدا. واخر حاجه معانا اللي هو ده كريم العين بتاع سوبرايت من ماي واي، المفروض ان هي كانت باكج كده على بعضيها، بيبقى فيها غسول وكريم ترطيب وكريم العين، في حاجه تاني تقريبا، جايباها من زمان جدا. فانا عجبني بصراحه كريم العين، لان هو كان بيدي سنه تفتيح بسيطه تحت العين، لو انت عندك هالات سوداء جامده ممكن تستخدمي ده. هو طبعا مش افضل حاجه، بس بصراحه كان حلو جدا. عايزه حاجه رخيصه، واكيد ده يا جماعه هيبقى رخيص جدا، هو بصوا عامل ازاي. بس ودي كل المنتجات فعلا ان انا بصوا اساسيه عندي في الصيف، ما اقدرش استغنى عنها، من غسولات، من كريمات ترطيب، لوشن، سكرابات، اي حاجه. بصوا الحاجات دي لازم تكون معايا، فحتى لو مسافره باخد دول كده معايا، دول اساسيين كده معايا. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. واسفه جدا انا ما بصورش، بس اوعدكم ان انا عايزه بجد اصور. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم، واسفه جدا على تاخير الفيديو ده، انا عارفه في ناس كتير كانت طالبه مني، بس اسفه بجد، واشوفكم في فيديو قريب. باي باي.